الدكتور الهواري وجهله بمسائل منهجية واضحة، اشتراط الإجماع في التبديع وإخراج الشخص من السلفية. بل هذه مسألة كبيرة تحتاج إلى اجتماع كلمة العلماء في إخراج الشخص من السلفية. هل إذا أردنا أن نخرج شخصا من السلفية ونبدعه نحتاج إلى أن يجمع العلماء على تبديعه؟ إذن فالمبتدعة قليل جدا، أو لا يوجد مبتدعة ومجروحون أصلا، فالعلماء قبلوا كلام العالم الجارح ولو كان واحدا، بل حتى لو عارضه غيره من العلماء بتعديل اشترطوا حين تعارض الجارح والمعدل أن يكون الجرح مفسرا، فإذا كان مفسرا يقدم كلام الجارح حتى على المعدل. قال الألباني رحمه الله في معرض رده على من قوى رواية عطية العوفي لحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك الحديث، ووثق عطية العوفي، فرد الألباني قائلا وعلى فرض أنه ثقة كما زعم فلان فهو معارض بتضعيف أحمد وغيره من الأئمة الذين تقدمت أسماؤهم، كما أنه يعارض الحقيقة التالية التي خالفها فلان، وهي الحقيقة الأولى أنه من الثابت في علم الحديث أن الجرح، وبخاصة إذا كان مفسرا، هكذا يقول الشيخ الألباني، أن الجرح وبخاصة إذا كان مفسرا مقدم على التعديل. وجرح عطية هنا مفسر بشيئين، الأول سوء الحفظ والآخر التدليس. وقال الألباني أيضا في قول الإمام الدارقطني وغيره عن حديث إياكم وخضراء الدمن تفرد به الواقدي وهو ضعيف. قال الإمام الألباني رحمه الله بل هو متروك، فقد كذبه الإمام أحمد والنسائي وابن المديني وغيرهم، ولا تغتر بتوثيق بعض المتعصبين له ممن قدم لبعض كتبه وغيره من الحنفية، فإنه على خلاف القاعدة المعروفة عند المحدثين، الجرح المبين مقدم على التعديل. ثم كلام الدكتور الهواري باشتراط إجماع العلماء في تبديع فلان هذا ناقضه هو بنفسه بإخواننا الذين معنا في الدعوة السلفية وخالفونا في أشياء، نناشدهم وندعوهم أن يتمايزوا عن السفهاء الذين يكتبون في الفيس من أبو فلان وأبو فلان، نكرات، مجهولين، أعداء السلفية، أدعياء السلفية، مفسدين، ضالين، لا أشك في ذلك. يا ترى هل انتظر الدكتور الهواري إجماع العلماء في إخراج هؤلاء الشباب من السلفية والحكم عليهم بالضلال وغيره أم ماذا؟ واشتراط الدكتور الهواري الإجماع في تبديع الشخص باطل، لا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة، وبناء على شرط الدكتور يقال يجب إعادة النظر في كل من بدعه السلف وجرحوه وسجلوا أسماءهم في كتب الجرح والتعديل وكتب الجرح الخاص وكتب العقائد، فمن وجدناه قد نسب إلى بدعة لم يقم عليها إجماع رفضنا هذا التبديع الذي لم تتوفر فيه شروط التبديع، ومنها الإجماع الذي يشترطه الدكتور الهواري في قبول التبديع، وقد شابه في ذلك الحلبي الذي جرحه العلماء. وكذلك إذا بدع علماء السنة في هذا العصر شخصا ولم يجمع على تبديعه فإن هذا التبديع يسقط تلقائيا بناء على فكر الدكتور الهواري، وبذلك يدخل الغالبية العظمى من أهل البدع والضلال ضمن أهل السنة والجماعة. ولكن لعل هذا من تأثر الهواري بشيخه السحيباني الذي يقول إن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة، وإليك نص البيان الباطل، الله المستعان. عنوان الفتوى في الموقع: الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة، المجيب جمع من العلماء، هكذا كتب. السؤال: ما حكم التعامل مع المخالف لعقيدة السلف الصالح كالأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم والتعاون معهم على البر والتقوى والأمور العامة، وهل يحرم العمل معهم سواء كانت الإدارة لنا وهم يعملون تحتنا أو العمل تحت إشرافهم، وهل هم من الفرق الضالة الاثنتين والسبعين، وهل التعامل معهم يعد من باب تولي غير المؤمنين؟ الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فجوابا على ذلك نقول: الأشاعرة والماتريدية قد خالفوا الصواب حينما أولوا بعض صفات الله سبحانه، لكنهم من أهل السنة والجماعة، هكذا يقول السحيباني وغيره، لكنهم من أهل السنة والجماعة وليسوا من الفرق الضالة الاثنتين والسبعين، إلا من غلا منهم في التعطيل وافق الجهمية فحكمه حكم الجهمية. أما سائر الأشاعرة والماتريدية فليسوا كذلك، وهم معذورون في اجتهادهم وإن أخطأوا الحق، ويجوز التعامل والتعاون معهم على البر والإحسان والتقوى إلى آخر الفتوى. وتوقيع الدكتور محمد بن ناصر السحيباني، وهو شيخ الهواري كما ستعلم بعد قليل، توقيع موجود على الفتوى في أسفله ومعه بعض من وقع. وتنقسم هذه الفتوى إذا نظرنا إليها نظرة فاحصة إلى هذا الحد إلى قسمين: الأول أن الأشاعر والماتريدية من أهل السنة وأنهم معذورون فيما خالوا فيه الحق، وهذا الكلام باطل لا يحتاج إلى كثير كلام، لأن الأشاعرة والماتريدية من أهل البدع وليسوا من أهل السنة أبدا، كما هو مقرر في كتب الفرق والعقائد وكتب المناهج التي كتبها سلفنا الصالح وعلماؤنا المعاصرون، وهذا معلوم مشهور لا يحتاج إلى كثير كلام. والقسم الثاني من الفتوى أنه يجوز التعاون معهم وقد علمت أنهم أهل بدعة. وهنا أيضا في هذه المسألة الثانية يشابه الدكتور الهواري شيخه السحيباني، لأن الدكتور الهواري أيد مؤتمرا كان قد أقامته جماعة أنصار السنة المحمدية تنظيم الإصلاح، وتعاون فيه مع الإخوان المسلمين والتكفيريين والسرورية، وقد دافع الدكتور الهواري عنه دفاعا مستميتا، حتى أنه أقام مؤتمرا في قاعة تسمى بقاعة مامون بحيري تقريبا ليؤصل جواز هذه المسألة التعاون مع أهل البدع. فهو يشابه، أي الدكتور الهواري يشابه شيخه وصاحبه السحيباني، قد قال السلف الصاحب ساحب، ولعل السحيباني قد سحبه. وربما تفرد لهذه المسألة شريطا كاملا موسعا مدعما بالأدلة من الكتاب والسنة ونقول السلف الصالح وأقوال علماء الملة في الرد على شبهات الدكتور الهواري التي أثارها في ذلك المؤتمر الذي كان في قاعة مامون بحيري. ولكن إليك بعض النقولات من فتاوى علمائنا الأكابر في عدم جواز التعاون مع أهل البدع في الدين مطلقا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت في إحدى القنوات الإسلامية من أحد المفكرين أنه يقول من الحكمة التعاون مع الجماعات الإسلامية ضد العلمانية وغيرهم، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، هو صحيح. ما نتعاون مع أهل الباطل، ما نتعاون مع الفرق الضالة أبدا، إنما نتعاون مع إخواننا المستقيمين على طاعة الله وعلى المنهج السليم، تعاون معهم. أما المنحرفون والضالون المخالفون لأهل السنة والجماعة فلا نتعاون معهم، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان وتبرير لما هم عليه. نعم. وبعدين ما ينفعوننا، اللي يقولون اللي ما هو على دينك ما يعينك، هذا مثل عام وهو صحيح، اللي ما هو على دينك ما يعينك. نعم. وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى يتكلم في شرحه لكتاب لمعة الاعتقاد في شرح قول المؤلف: من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم. يقول الشيخ العلامة صالح آل الشيخ: وهذا هو الذي كان أئمة أهل السنة يوصون به من عدم غشيان المبتدع في مجالسهم ولا مخالطته، بل هجرانهم بالكلام وهجرانهم بالأبدان حتى تخمد بدعهم وحتى لا ينتشر شرهم. فالدخول مع المبتدع ومساكنتهم سواء كانت البدع صغيرة أو كبيرة، والسكوت عن ذلك وعدم هجرانهم والاستئناس لهم وعدم رفع الرأس بحالهم مع بدائهم من حال أهل الضلال، إذ أهل السنة تميزوا بأنه لهم المواقف الأعظم الذي فيه القوة والشدة مع أهل البدع مهما كانت البدع، فيهجرون أهل البدع، لأن هجر المبتدع من أصول الإسلام بل من أصول أهل السنة، لأن جنس البدع أعظم من الكبائر، فالبدعة أشد وأعظم من الكبائر، وذلك من خمس جهات نذكر بعضا منها وذكرها حفظه الله تعالى. والغريب أن أبا الحسن الأشعري الذي كان شيخا للأشاعرة كما سموا ترك عقيدته الأشعرية
الباطلة وتاب منها وبين بطلانها ودخل في أهل السنة، فكيف يقال إن الأشاعرة من أهل السنة؟ والأغرب أن أبا الحسن عليه رحمة الله كان مما بين لما ترك مذهبه الباطل، قال في آخر بيانه: ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء. ونجد الدكتور الهواري وشيخه الدكتور السحيباني اتفقا معا على جواز التعاون مع أهل البدع في الدين والدعوة. فإن قال قائل: من أين علمتم أن دكتور محمد بن ناصر السحيباني وشيخ الدكتور الهواري؟ قلنا: من موقع جماعة أنصار السنة المحمدية تنظيم الإصلاح على الإنترنت، فيه مقال بعنوان ترجمة فضيلة الشيخ الدكتور حسن الهواري، هكذا كتب، وكتب بجانبه الكاتب هو الدكتور حسن بن أحمد الهواري نفسه، يكتب عن نفسه هذا ويقول: وكان مشايخه على قسمين، هكذا يقول عن نفسه مشايخ الجامعة، وذكر ثاني واحد منهم الشيخ الدكتور محمد بن ناصر السحيباني، وكتب بجانب اسمه والذي أشرف عليه في رسالة الدكتوراه. وأتى الدكتور الهواري بتزكية السحيباني له في نهاية الترجمة قائلا: وأحسب، أي هذا كلام الدكتور السحيباني عن الدكتور الهواري، وأتى به الهواري: وأحسب الكاتب قد وفق إلى حد بعيد في تحقيق البحث وتحرير الحكم لكثير من المسائل التي تعرض لها، وأحسبه أهلا لذلك، أعني الأخ الدكتور حسن بن أحمد بن حسن الفكي وهو الهواري، فهو حافظ لكتاب الله، تصدر زملائه وبز أقرانه، هكذا مكتوب في سنيات الطلب في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وفي مرحلتي الماجستير والدكتوراه، فكان الأول في سنوات الدراسة ومرحلة الدراسات العليا. انتهت التزكية.